بسم الله الرحمن الرحيم. هنحاول ان احنا نجاوب على بعض الاسئله اللي وصلتنا وفيها معلومات عن العظام، والناس بتسال على بعض المشاكل العظام والعمود الفقري. في ناس بتسال على كسور عظمه الكعبره، وبيقول ان هو كان عامل جبس لمده حوالي شهر ونص تقريبا، وبعدين ورانا الاشعه يبدو ان فيها التئام حوالي بنسبه 90% تقريبا، بس في شويه تيبس في المفصل. فده بيحصل كتير، وده يبقى ممكن يبقى شيء طبيعي وممكن يحتاج شويه علاج طبيعي، لكن احنا بننصح اثناء فتره العلاج ان هو الايد تبقى دايما مرفوعه لفوق وتحرك صعبه على طول. ده بيقلل فتره النقاهه المطلوبه اللي بعد فك الجبس. طيب، في برضه سؤال اخر عن نفس الكسر دوت، وعمل اسلاك وكان حركه الايد نفسها بتبقى ايه يعني محدوده شويه، فده طبيعي مع حركه الاسلاك، ولما بنشيل الاسلاك ممكن الدنيا ترجع بشكل جيد وشكل كويس بالنسبه لكسور عظمه الرزق او الكعبره. دي بتحصل كتير جدا، وبتبقى برضو بتزيد في حالات هشاشه العظام، وبيبقى مع وقوع على الايد يحصل الكسر دوت، وكتير بيحتاج بالرد الكسر يترد لمكانه، وممكن يحتاج عمليات تثبيت. في ناس بتسال على عمليه على الاعوجاج الرجل والتقوس، والعمليه ديت عمليه ناجحه ولا لا؟ هي فعلا الحمد لله عمليه ناجحه جدا، ونسبه نجاحها عاليه جدا، اكثر من 95%، ونسبه المضاعفات بتبقى قليله، خصوصا لو كانت اتعملت في مكان كويس ومكان مجهز وكان في تخطيط كويس وفي اشعاعات جيده، وفي طبعا المريض متجهز كويس وبيعمل متابعه جيده برده، ويحافظ على العمليه ويحافظ على الشريحه اللي تركب، فالامور بتبقى افضل بكتير، وخصوصا ان الرجل بترجع لشكل اللي هو النموذجي بالنسبه للتحميل، لان الرجل لما تبقى فيها تقوس بيبقى التحميل على جزء اكتر من الثاني، فبالتالي ممكن يبقى عرضه ان الركبه دي تبوظ في قادم الايام، وبعد كده ممكن تحتاج عمليه مفصل صناعي. في بعض الناس بتسال على المفاصل الصناعيه اذا كان في قصر في رجل اكتر من رجل. طبعا لما بيحصل تاكل في احد المفصلين، فالمفصل دوت بيقصر بالنسبه للمفصل الثاني. لما بنعمل عمليه مفصل صناعي بيحصل تعويض لجزء كبير من الطول دوت، بحيث ان الدنيا تبقى غالبا متوازنه، وممكن ممكن العرق او الزكه دي تروح نتيجه تعويض الطول. بس طبعا تعويض الطول دوت مش مطلق، لان حسب شد حسب الاعصاب وحسب الاوتار عشان ما يحصلش مضاعفات اكتر من المطلوب، فزياده الطول ديت بتبقى مقننه ومحدوده. في حد بيسال على ان هو كان عنده خلع ولاده في مفصل الحوض، وبقى سنه حاجه و30 سنه، ودلوقتي ما بقاش يقدر يمشي زي الاول، فده معناها ان هو كان ربما انه كان عمل عمليه قبل كده والمفصل وحصل مضاعفات، او انه ما كانش عمل عمليه او ما كانش ناجحه. المهم في السن دوت لما بيوصل الامور لهذا الشكل ممكن يعمل عمليه مفصل صناعي، بحيث ان هو يتحسن الوضع والامور تبقى افضل بكتير. في سؤال على او قطع اوتار الكتف. لما بيحصل قطع اوتار الكتف في هنا عضلات اسمها روتيتور كاف، او العضلات اللي بتدور مفصل الكتف دوت، بيحصل كتير فيها قطع في الاوتار، وديت بيبقى الحل فيها ان بيتعمل تدخل جراحي، سواء بقى بميني اوبن يعني جرح بسيط، او عن طريق المنظار. المهم بنعمل اصلاح للاوتار ديت، وبنخيطها او بنركب خطاطيف، وفي معظم الحالات بترجع لشكل كويس جدا. في ناس بتسال على الرباط الصليبي مع الخشونه. طبعا عارفين عمليه الرباط الصليبي بيحصل فيها تخلخل في الركبه، او الركبه تبقى المريض بيحس ان هي بتخونه وبتخلع منه اثناء المشي، وخصوصا مع طلوع السلالم او النزول بتحتاج ان هي الركبه تبقى
سايبه من بعضها، فبنعمل عمليه اعاده بناء للرباط الصليبي. بيستحسن ان عمليه الرباط الصليبي ده تكون في السن الصغير، والمريض يكون الركبه بتاعته حالتها جيده وما فيهاش خشونه متقدمه. لو كانت خشونه بسيطه ممكن ما تاثرش قوي، وفي نفس الوقت لما نعمل الرباط الصليبي يبقى افضل. لو كانت الخشونه متقدمه ولو كان السن كبير، يبقى هنا ديت بيبقى ممكن تبقى يعني عمليه الرباط الصليبي الوقت ده ممكن ما تبقاش مفيده قوي. فلذلك الحاله لازم تتقيم على بعضها، والاشعاعات تتقيم على بعضها، والسن وحاله المريض والعضلات والاعصاب وما يعني ايه التعب اللي عنده بالظبط، هل المشكله عنده ان الركبه بتخل بيه او ان هي سايبه من بعضها. وكل ده بيبقى التعامل معاه. ممكن الخشونه دي تحتاج التعامل معاها، ممكن تحتاج منظار، ممكن تحتاج عمليه تخريم للغضروف بتاع الركبه، او ممكن تحتاج نقل خلايا جذعيه، او يعني فيها عمليات كتير قوي مختلفه. فكل حاله بتقدر بالحاله بتاعتها. بتمنى كده ان انا اكون اجبت على معظم الاسئله، ويا ريت لو في عند حضراتكم اي اسئله حطوها على القناه، وان شاء الله باذن الله نجمعها بعد كده ونقدر ان احنا نجاوبها. ونلقاكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا جزيلا على المشاهده. يا ريت ما ننساش مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة، ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.